مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في الملف اللي متبعه عدد كبير ديال تهامي بناني. الآن معايا أستاذة زين بخيار اللي هي محامية بهيئة الدار البيضاء اللي تناضل بشتى الطرق المشروعة والقانونية من أجل تبيان الحقيقة، وكذلك بالرفقة ديالي الأم اللي هي معنية في الموضوع. غادي نشوفوا مجموعة من الحيتيات ومستجدات جديدة في الموضوع، غنشوفوها في الشق القانوني مع الأستاذة. أستاذة زينب، سمعنا بان واحد رقم الهاتف أزيلال وكذلك طلب اللي تقدمت به في التكييف أنه من القتل، تطالب أنه مختفي كتقول يكون تكييف في الاختفاء إعادة البحث، وعندك مستجدات أخرى جديدة في الموضوع، تفضلي. شكرا أستاذ يوسف. أستاذ زين بخيار، محامي بها الدار البيضاء. أولا المركز الأساسي اللي خاصة نتكلموا فيه هو الدفاع، كيكون في المحكمة داخل المحكمة، بما أن هذا الملف ولا رأي عام عالمي، بأن درجة أن العائلة ديالي كتوجد في جميع مناطق العالم، في كندا، كان في موريال، كان في مدينة أخرى في موريال، كانت وقفة احتجاجية ديال بناني التهامي، كانت في فرنسا، كانت في إيطاليا، وهذا الملف ولا عنده واحد الرأي صيت عالمي، لان بدات كتعطي واحد المعطيات، لان هاد نعاود واقع من الاول، كان هاد الطفل تهامي بناني لانه كيتجاوز 18 سنه، خرج مع صحابه في 2007 ما بقاش رجع. المشكل ملي بقات كتقلب عليه مو كتقلب الملف كيتختفى، هي كتقلب يعني انك كان غموض كبير في هاد القضيه، لان ما بغاوش يبينوا، لان كاين شي واحد متستر على هاد القضيه، بين من خلال الملف، من خلال فحص الوثائق اللي في الملف، من خلال المحاضر اللي كانوا، حتى المحضر اللي كان الاول دار ما بقاش بقى في الملف، الى انه 2016 بناء على ان السيده حياه مشات عند الصديقه ديال تهامي بناني، قالت لها واش حلفت لها في القران، قالت لها بان راه ولدك قسما بالله خالتي راه ولدك مات وقتلوه وحرقوه ولحوه في البحر في القران. سمعتها شي شويه السياره، قالت لها سمحي لي يا خالتي عندك تكون كتشجي، هي كانت متيقنه وطاحت اغميه عليها. حياه كانت بربقه ديال الصديقه ديالها اللي دائما كتجي يوميا للجلسات مستعده تقول هذه الواقعه وتشهد. شفت هاد الواقعة ديال الدارية، البنت اللي قالت لهم بأن قتلوه حرقوه بإذن سيدة حياة فعلا، لأنها تصدمات، قالوا لها بواحد الطريقة اللي تشلات رجع في شنو، قالت لي رجع في شنو جوج مرات، مرة نهار قالت لها راه تهامي قتلوه حرقوه، قالت لي رجعي مشاو، قالت لي نهار لقينا قالوا لي الجثة ماشي هي راه هي اوفر دوز، حيت كانت شي تمويهات داخل المحكمة، قالت كتفشوا لي رجلي ما بقاش قادره نزيد. لهذا حنا كنا كنطالبوا ديما بالخبره على الهواتف. السيد القاضي مشكور هذيك الساعه بان بان شي ضغوطات وهذا، حكم لينا بالخبره الجينيه. ديك الخبره الجينيه قلنا واخا نديروا هذه الخبره الجينيه، قال لك 440 جدوا منا خمسه جوزات، ما استدعوناش نهائيا، خاصهم يستدعونا اجل ديال خمس ايام، ما تحسبش اعياد وما تحسبش السبت والحد. جاو عندنا نهار العيد شفويا، قالوا لها نهار ثاني عيد كانت عندهم، قالوا لها غدا تكوني في الرحمه، في الروضه ديال الرحمه غير خرجوا الجثه. ملي جينا شفنا ما شفنا، وقع ما وقع، مشينا لامور لقينا بان دي كونجي، قلنا داك الشيء ما قدوش، ما يمكنش يقولوا بان اوفر، حيت انا شفنا حتى ديك الجثه حديثه العهد، لدرجة أن ديكونجي مستلسل الوالدة ديالو بيديها ديكونجي. ديك الساعة حنا صافي ما بقيناش كنتيقوا، والحمد لله دابا حنا توصلنا بواحد سميتو خبير في المعلوميات اللي باغ ساتيليت وجوجل اللي معترف به عالميا، وحنا دايرين اتفاقيات عالمية، العالم كله دايرة إلا الصين. الصين هي اللي ما دايراش جوجل، اللي ما دايراش اتفاقيات فيه. جاب لينا التموقع الجغرافي ديال الرقم الهاتف ديال تهامي بناني. فين كاين هذا الرقم ديال الهاتف تهامي بناني؟ كاين في واحد الغابة في أزيلال اللي ما كيوصل لها حتى شي حد، غابة كاين غاديك واحد الدار صغيرة، وهذيك التحركات ديك الهاتف كتكون من هنا لهنا. كانت كتقول أم تهامي دائما جميع الجلسات جميع المواقع الاجتماعية كتقول بأن ولدي أنا التليفون ديالو باقي مشغل، وما لانها الفرقه الوطنيه ما دارش لوكاليزاسيون ديال التليفون ديال تهامي بناني نهائيا، لان هو في ازيلال داك الشيء، ازيلال وداك التليفون تيتشارجا 99 درهم شهريا،
على حسب البحث اللي جابوا لينا معترف به. هذاك بينا باليوم لقى السيد القاضي باش يعزز به بان نحن كنطالبوا بالخبره ببيع الهواتف بناء على تهزيز هاد التعزيزات اللي جبنا لك ديال الوثائق والصور والتموقع الجغرافي ديال فين كاين سامي بناني، لدرجه ان ديك المنطقه في جوجل اللي قلبتوا عليها لقاو بها كاتبين على تهامي بناني. حنا ملي شفنا هاد القضيه بصراحه انا تخلعت، كيفاش هاد الوقائع كاينه؟ كيفاش هذه عصابه خطيره هذه؟ كيفاش باش كيمشيو لديك الغابه؟ ما يمكنش تمشي لها غير كي الجيبات والهليكوبتر ولا تمشي لها الهليكوبتر ولا لي كات كات دوك الصحاح. هنا زدنا اكدنا على السيد القاضي مشكورا والسيد وكيل العام مشكورا ديال هذه الهيئه، تلبوا لنا الطلبات ديالنا كلها. قال لي تطبيق القانون يعني دير خبره على الهواتف وغنديروها ان شاء الله. واليوم دازت جلسه كانت ديك البنت اللي قالت هذا الشيء توصلات وما حضراش. اذا السيد القاضي قال لك يجب احضارها عن طريق النيابه العامه، يعني انها خاصه تحضر لان احنا دايرين تكييف المتابعه الاختفاء والاحتجاج من القتل العمد واخفاء الجريمه، خاصه تحضر لان خاصه تحضر كمتهمه ويفرغوا لنا جميع ذوك الهواتف لان كنعتبرهم كلهم متهمين، وحتى الاولياء ديالهم يفرغوا لنا الهواتف ديالهم لان الفرقه الوطنيه من جهه التموقع الجغرافي اللي كيقولوا في جوجل بانهم عمرهم ما وصلوا لديك منطقه سواد بمرزك، يعني ان هذيك الخبره داروا غير ساعه ونص، داروا ثلاثه الهواتف فقط ساعه ونص، والتموقع الجغرافي حتى هو اللي عطاتنا الفرقه الوطنيه ما وصلوش ليه الدراري، ما وصلوش تليفونات ما وصلهاش، داروا لوكاليزاسيون. اذا حنا الغرض ديالنا من هادشي هو نوصل للحقيقه، ما يمكنش لينا نتنازلوا لك هاد الدراري. حنا كنعتبر المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن من مصلحته ندافعوا حتى على مصالحهم، ياك هما ابرياء اذا حتى هما خاصهم يطالبوا بخبره على الهواتف. ما معناه علاش غترفضوا الخبره على الهواتف؟ هذه مصلحه للجميع، مصلحتنا حنا الضحيه ومصلحه المتهمين. في ديك الخبره ديال الهواتف لا كانوا ابرياء غيبانوا ابرياء، علاش راهم اللي خاصهم يطلبوها؟ خاصهم يتضامنوا معنا محامون ديال الدفاع ديال المتهمين، وحنايا باش نقلبوا على الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. استاذ اعطيتيني القصه من الاول، مستجدات جديده في الموضوع، شكرا لك. بقى عندي شق اخير غادي نذكرك به، هو الطلب اللي تقدمت به الام للقضاء من اجل من جريمه قتل. قالت لهم انا ولدي مختفي، يجب اعاده النظر في هذا الملف. وحاليا القضاء بطبيعه الحال هو اللي غادي يصدر القرار اليوم واش غيتم التغيير ديال المتابعه في الملف من القتل ولا لا. كيفاش شفتي انت في الاطار القانوني؟ الاطار القانوني من الناحيه القانونيه كيبان لي بان الملف كان حتى 2016 عاد تحرك عاد بدات المتابعه، بقات ثلاث سنين عند قاضي التحقيق مشكورا لان خرج انتدب الفرقه الوطنيه انه ماشي خبير في الاعلاميات باش ينظر يدير لوكاليزاسيون. هذا راه من طبيعه الحال اللي داروا هما الفرقه الوطنيه على ثلاثه اشخاص وما كايناش جثه، ولكن السيد القاضي راه متيقن اش كيدير قاضي التحقيق. هذا راه بناء على القرائن لانكم قالوا ماتوا حنا، علاش ما قلتوش 2007؟ لان لا مات، علاش غتلوحوه؟ غتجيبوا لامو لما تتبع اوفردوز راه مو طبيعي، يجيبوا لامو راه هو اللي شرب هذا الاكستازي ومات. ولكن باش نتوما الخبره ديال الهواتف هي اللي لقاتكم بان ماتوا حنا، قاضي التحقيق كان ذكي لان يعني انكم قتلتوه، ولان يمكن يدير لهم قرائن ديال القتل لان ما قالوهاش من الاول. بعد الهواتف داروا ساعه ونص ديال لوكاليزاسيون ديال ثلاثه الناس في ساعه ونص، هذا راه غادي يدير لنا شهر قبل وشهر قبل بعد باش نشوفوا كاع الناس اللي كانوا يهضروا معاهم. حتى بالنسبه لتهامي بناني اكيد التليفون ديالو حتى هو دابا راه كاين في ازيلال، يمشيو يديروا خبره على التليفون يعرفوا حتى شكون الناس اللي كاينين تما. دابا انا بالنسبه لينا حنا كيفنا على سميتو الاختفاء والاحتجاز عند السيد القاضي الموضوع، ولكن الا دارت خبرات وعرفنا الحقيقه اما غيدانوا واحد مجموعه كبيره من الناس، ولا كانت بين البراءه راه كاينه البراءه. اذا حنا كنركزوا على خبره على الهواتف. حنا على ديك الساعه هذه الماديه لك كانت في هواتف النقاله كل شيء بالتفاصيل كيفاش داروا ليه ولا قتلوه ولا بدات تكون القضيه،
ديك الساعه تقف اطرقت لعن راه ما غاديش ماشي واخا طالو حنا تحويل كيفو سميتو القاضي غادي يبان بان كاين القتل غادي يدير قتل هذا الشيء اللي كنا نطالبوا به. استاذه شكرا لك الله يوفقك. مشاهدينا الكرام المعنيه بالامر اللي هي الام ديال تهامي بناني تضحي من اجل ابن ديالها بطبيعه الحال تبين الحقيقه في الموضوع. عندي معها جوج نقط في الموضوع. الله يفرج عليك. اولا عندي سؤالين. السؤال الاول كيتعلق بهذا المستجد اللي كاين دابا ديال هذه البنت اللي اعترفت لك اللي رفضت تحضر وطبيعه الحال النيابه العامه غادي تجيبها باش تدخل في الملف باش تنور القضاء لانه هو صاحب القرار في الاخير. تكلمي لي على اللقاء ديالك معها شنو اللي دار بينك وبينها. السلام عليكم. مشيت لعندها للدار انا وصديقه ديالي. مشيت لعندها بعدا مشيت لعندها واحد النهار قلت لها زعما الله يسمح لي انا كذبت عليها قلت لها راه غادي تجي الدوزام غادي تجي عندك بنتي عافاك الا تقول غتقول واحد الكلمه زعما كتعرفي تهاميه كيقرا معاك الى اخره وهي سخفت لي. صافي مشيت بحالتي دوزت واحد المده عاوتاني مشيت لعندها انا والصديقه ديالي ما قالوا لي كنت بوحدي دابا مشيت انا وصاحبتي ملي مشينا ما صبناهاش دقينا عليها ما صبناهاش تسنينا حتى جات هي اختها بالطوموبيل. ملي جات هي اختها بالطوموبيل يعني اختها هي اللي كتاخذ الصداره في, 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 في الحوار معايا يعني ما خلاتش المعنيه بالامر تهضر. خرجت ماماها خرج خوها الصغير خرجت اختها صغر منها جالسين كاملين في, في, في حدا باب الفيلا ونقول لها بنتي راه تهامي عاوتاني جيت لعندك الا عندك شي حاجه ما تقولي على تهامي. وهي تنطق اختها قالت لها شوفي يا فلانه دابا هاد السيده هادي سيري جيبي القران وحلفي ليها وقولي هذاك الشيء اللي عندنا باش نساليو من هادشي كله. مشات اختها الصغيره جابت القران عطاتو المعنيه بالامر دوزتو على عينيها وحلفت قالت لها شي اللي غنقول لك راه هو اللي كاين. تهامي عطاه شي حاجه في المنضه هذا هو المشروب اللي قالت لي في المنضه وهذاك قتلوه وحرقوه ولاحوه في البحر. انا ديك الساعه ما بقى لي ما نزيد انا صافي رجلي مشى وجلست في الارض. ملي استرجعت الانفاس ديالي غنمشي بحالتي وصاحبتي معايا حنا ركبنا في الطوموبيل يلا خلفنا شويه وهي تجي هي اختها كيجريو عافاك خالتي الله يعطيك حجه في النبي الا ما قول لي واش كنتي كتسجلنا. قلت لها لا بنتي ما كنتش كنسجلك كان عندي التليفون صغير قلت لها ما كنتش كنسجلك. صافي بقات المساله هي هذيك. مشيت انا هادي سيدي في 2000 و... لا في 2009 حتى 10 ومن 2009 ما تصنتوش ليها ما شو الاجراءات اللي دار؟ لا مشات مشيت انا علمت البوليس بعدا انا قلت لهم شنو هو الجديد اللي عندي لان الملف كان في الحفظ وبهذا على اثر هذا المستجد هذا الملف خرج من الحفظ بهذا الجديد عيطوا ليها في 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 الضابطه القضائيه هضروا معاها جات كانت هي كانت جات باش يستنطقوها خرج ذاك الضابط ما عرفت شنو مشى يجيب وهي قالت لي واش جريت والك. انا سكتة قالت لي جريت والك. انا من النوع اللي ما عنديش ذاك لا سيما بنت صغيره انا كنكره التصارى يعني من الاحسن نبقى تقر انا وياها. صافي سترت قبلت عينيا الهدف ديالي انني التهامي غنعرفو باش من مكان بال العربون من هذا الجواب هذا. جا الضابط خدانا الاقوال ديالنا نكرت جمله وتفصيله واش عمر اللي جيت لعندها واش عمرني قلت لها قالت لي هذا الشيء. داك الشيء اللي زاد خلاني كنتشبت بالقضيه بحال اللي وقع لي مع الاقوال ديالهم الاولى ديال ما شافوش تهامي قطعا. اذا بدينا بالكذوب. نعم. في هذا الاطار كاين واحد السؤال تيطرح ذاته بقوه ديال هذه السيده هذه اللي تكلمتي عليها. هاد السيده شنو هي العلاقه اللي عندها مع تهامي؟ صراحة أنا العلاقة اللي كنعرف هي علاقة زمالة في المدرسة يعني كتقرا معاه تيقرا ماشي في القسم هي عندها شعبة وعنده شعبة إنما في لاكليك ديال التلاميذ اللي كاينين. إنما من بعد سمعت يعني حتى حاجة ما هي صحيحة سمعت على أنه كانت معجبة به ومعجب بها كمراهقين.
هذا ما سمعت، واش صحيح ولا ولا خطا؟ دابا هي حاليا الحمد لله المحكمه حضرت القرار انه غادي الاحضار ديالها بالقوه بطبيعه الحال. نعم. وهذا اطار قانوني كتشتغل عليه النيابه العامه. نعم. باش يبان الملف اكثر كيفاش كتشوفي الامور. انا كنت كنتمنى ان توقف حدايا في الجلسه، يعني الى عطاني الحق القاضي نوضع عليها سؤال غادي بصراحه غادي نربكها، وعندي ما يفيد. يعطيني الكلمه نوضع عليها سؤال ونخلي الهيئه تشوف التصرفات ديالها على اثر داك القضيه اللي كانت قالت لي. وحتى في الخبره ديال الهاتف ديالها بالعلاقه اللي معاه، حتى هي الهاتف ديالها ما كانش مدرج. لا لا، الخبره دفعت الهاتف ديالها، حتى هو عطيته الهاتف ديالها والهاتف ديال الفتاه الاخرى اللي كانت معاها حتى هي في لاكليك، والهاتف ديال شي وحدين اللي اساسيين عندي ضروري. انا عارفه عليهم شي حوايج ولكن بغيت نتاكد بسميتو بالهواتف. باقي عندي سؤال اخير، هو القرار اللي خرجتي به اليوم عند القاضي انك قدمتي طلب ديال تغيير ديال المتابعه في الملف من القتل للاختطاف والاحتجاز. نعم، درنا التكييف، ولكن شوف علاش درت التكييف كله؟ مجبر اخاك لا بطل، لان انا كنقلب على ولدي مده ديال 15 عام، بعد 12 عام ونص، وعاد نجي انا ونسمع ولدي مات الله يرحمه. بون، لان كنتسناه، كان الام دائما دابا وتنقول زعما عندي امل. هذيك ام انا ما نتلامش. بون، واخا يكون الناس كيدفنوا ولادهم تيقول لك يا ربي احنا باقي ما عرفناش ميت. اذا قلت لك ملي قالوا انه مات ليهم، مات لينا حنا، لاننا الدلعه الجماعه نا حنا كاملين. اذا هادنا شكون هما؟ مات لينا. ودابا تيقولوا بلي لا، مات لينا وحطيناه ومشينا بحالتنا، ما عرفناش فين هو، ما عرفناش واش ناض واش ما ناضشي واش الى اخره. داك التخريجات. انا شنو هو الملاد ديالي وشنو هو الحل ديالي؟ عطوني غير التهامي. عطوني التهامي، انا كنبحث على ولدي. ما عندي غرض حتى في شي حاجه، كنبحث على ولدي. ميت ندفنو ونقرا عليه وندير له كنازتو، عايش نشوف شنو ندير. وكفى بالله وكيلا. هنا طرح عندي سؤال اخير. نعم. وتعطيني بشكل مختصر. نعم. هادو اللي هما معتقلين في الموضوع دابا، بالمقارنه مع هذه اللي عطاتك هذا السر اللي نكرات عند الضابطه القضائيه، ودابا القضاء غادي يجي بال عنده بطبيعه الحال، ما كانش قبل واحد محضر مواجهه بينها مع هذ المعتقلين؟ نعم. لا، مواجهه كانت معايا. مواجهه لا، ما كانتش معاهم. لا، المواجهه كتشوفيها ضروري؟ المواجهه كانت انا بيني وبين هاد الفتاه، بيني وبين هاد المشتبه فيهم بجوج، بيني وبين القاصر، هذه المواجهه اللي كانت. اما هو بعضياتهم لا. شكرا لك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله توصلي باش القلب ديالك يرتاح اكثر. مشاهدينا الكرام، باقي عندي هذا السؤال في الشق القانوني، غادي نرجعوا مع الاستاذه، سؤال مهم. هذه دابا اللي هي جوهر الموضوع، انطلاقا من هاد الشهاده اللي عطات الام، واش ما كتشوفيش انه المواجهه مع هاد الاطراف المعتقله مع الجميع اللي لهم صله بالملف كيشكل قوه لتبيان الحقيقه في الملف؟ معلوم، لان التمسنا استدعاء جميع الاطراف اللي كانوا في هذاك، كان عيد ميلاد، هذاك عيد ميلاد كان هي هذيك الصديقه الزميله ديالهم كانت تزادت في 13 مارس 2007، وكانت عيد ميلاد نهار الاربعاء، لان ما كانوش كيقراو في العشيه، مشاو بطلوا نهار كامل. اذا راه ما كانوش غير هذوك الدراري بثلاثه، كانت مجموعه من الاصدقاء، وخاصنا نعرفوا هذوك الاصدقاء كلهم باش غنعرفوا هذا الشيء، لانهم مخبيين واحد الشطر كبير هما، اللي حنا كنطالبوا على اساسه الخبره على الهواتف. بهذيك الخبره على الهواتف ديال جميع الاطراف وجميع المسؤول اللي كانوا ديك الساعه متورطين في هذا الملف، وجميع التواطؤ اللي داروا شي تواطؤ معاه، غنعرفوا بناء على الهواتف النقاله. ولكن كنا التمس من السيد القاضي مشكورا لبنا الغبه ديالنا لاي حضار جميع، اولا جميع المشتبهين اللي حنا دايرين شكايه ضدهم.
ماشي كان شي كان ضد مجهول، ولكن ملي حولنا الاختفاء والاحتجاز درناها ضد مجموعه من المجتمع. احنا طالبنا بهذوك الهواتف كلها وبحضورهم جميعا باش ديك الساعه نديروا مواجهه معاهم بناء على ديك الخبره ديال الهواتف اللي غادي دار عن الفرقه الوطنيه، وداك التعزيز اللي عززنا به باش دار الخبره الوطنيه اليوم السيد قاضي الموضوع. وكيبان لي بان الهيئه غاده بنزاهه وباغا توصل للحقيقه، لانها كل شيء لا السيد وكيل العام الملك لا هيئه كلهم متعطشين للوصول الى الحقيقه، وبالاخص من اللي ديالهم يعني ما يفيد تمركز ديال الهاتف ديال تهامي بناني. صافي بداو كيقل بغاو يوصلوا للحقيقه، بان لينا في وجاههم شي حاجه اللي كتقول لينا راه غادي نوصلوا للحقيقه. ويا ربي الحمد لله غنعرفوا الحقيقه. استاذه كنتمنوا لك التوفيق. شكرا لك، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا صراحه ملف تهامي بناني فيه تشويق بشكل كبير، بعض النقط درجناها في الموضوع، كذلك الدور ديال القاضي مشكور اللي بطبيعه الحال يطالب بالاحضار ديال هذه المعنيه اللي حتى هي غادي تدخل الملف لبحث مفصل حول حيثيات القضيه من الاول، من له صله بقضيه تهامي بناني. لا يمكن ان نقول القتل لانه ليس هناك جثه. الام تناقش الاختفاء والاحتجاز. بعض الامور القانونيه درجناها مع الاستاذه، وكما قالت القضاء متعطش شيئا ما لتبيان الحقيقة، وهذا هو ما نهدف إليه. قضية تهامي بناني قضية رأي عام تبع عدد كبير من المغاربة، ما يهمنا في الموضوع هو إيصال رسائل مستجدات في الموضوع للرأي العام. سوف نوافيكم دائما في الجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.